للجميع. لا لا للجميع، لأنه الغلب الأردن فاحش بصراحة، ما بيكفي الحد الأدنى للأجور، لازم يرفعوه. لا للجميع سواسية، لأنه يعني مش معقولة بس لفئة معينة من الناس، لازم كل الفئات ترتفع، كل واحد على مستواه. يعني ما برفع العمال لحالهم وبترك الموظفين. طبعا بأيد انه يرفعوا الحد الأدنى للأجور. يعني هلا الراتب لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني الظروف الاقتصادية تطحن طحن في المواطن، خاصة الشريحة الفقراء. والله بفضل يرتفع الحد الأدنى للأجور لطبقات يعني المتدني في الرواتب، خاصة الطبقات يعني الأقل من الرواتب المتدنية، الطبقات الأقل من الوسط. في عندك رواتب، السبب لأنه يعني مثلا العامل أو الموظف البسيط بكون راتبه قليل، بينما عندك موظفين وبكونوا رواتبهم عالية، شركات، مؤسسات، قطاع عام، قطاع خاص. لجميع القطاعات، لأن الناس تعبانة طبعا. الحالة الاقتصادية بالبلد صعبة جدا، عشان هيك احنا بنتمنى انه يكون وترتفع، حتى ما يصير في عنا بطالة، وما يصير كمان بنفس الوقت لا سمح الله شغلات خارجة عن القانون.